السلام عليكم أخت هدى. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. كده خير؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك هدى. وانت يا لاباس؟ لاباس الحمد لله. ومالك شدك الخلعة ولا شنو؟ كتهضري غيب شوية. لا غير غير. يلا بقى بالنعاس. ايوا صباح الخير. صباح النور. انا بقى في الفريش. قولي مازال انت ما فطرتي؟ مازال عيانة شوية. وما يكون عندك باس هدى. ربي يخليك. وانا فرحانة نسمع صوتك هذا الصباح. كل شيء انا. الله يبارك فيك. عندك شي هوايه ديال الكرواسون؟ كيفاش ممكن السيده تصوبوا ببطاطا؟ ايه يلا الهودة بسم الله. المستمعات دابا مشوقين ياخذوا من عندك هاد الشي وهادي. اه كناخذوا بطاطا تكون فيها شي ربعه هكاك. ربعه ديال البطاطا 4 كيلو. اه كنديروها تسلق ونخليوها تبرد شويه. نعم تسلقوها. ايه كنديروها تبرد شويه. كناخذوا الخلاط الكهربائي كنديروا فيه جوج ديال البيضات على بطاطا نيت. كتخلي بعدا يتبرد شويه حيت ما دير سخونه على البيض غادي غادي طيبو. ايه جوج ديال البيضات. وجوج كيسان ديال الزيت. وجوج كيسان ديال السنيده وجوج خمارات. ايه واحد فاني وشويه الملحه وشويه الخميره ديال الدهن. نعم. كنديروا الخميره بحال بغا نديروا العجينه العاديه. ايه كنخلطوا وكنزيدوا نديروا البطاطا اللي بردات. كنخلطوا كلشي في الخلاط وكنديروا في شي اناء باش نزيدوا على الدقيق. الجهد ديال اللي ولي تولي العجينه بحال ديال السفنج يعني تكون جاريه. ايه كنديروها تخمر حيت تخمر مزيان. شحال تقريبا د الوقت؟ شي بدا على حسب الجو. الا كان الصيف كتبغي كتخمر. و الا كان البرد كتاخذ شويه الوقت كتاخذ شي نص ساعه هكاك. ايه كندهنو الطاوة كنديروها شكل كريات صغار معايا كتخمر وكتكبر خاصة نصغرها. ايه كنديرو وسط منا الحلا اللي بغينا داكشي حسب الاختيار. ديري احسن ديري شوكولات. انتي كديري تتفضلي ديري طريفة ديال الشوكولات؟ ايه. ممكن السيدة مثلا دير شوية ديال ديك العقدة ديال اللوز. انا بغيتي ديري التمر معجن ديري اللوز ديري قرقاع ديري اللي حبيتي داكشي على حسب الطبق. نعم. وفاش تكون كدير فيها على شكل كريات معايا غادي تكون جاري خاصك تدهني ديك وانت كتصايبي. اذا السيده وهي كتكورها وهي كتدهني ديها بالزيت. ايه كنديروها في الطاو كندهنها بالبيض. نعم البيض وديري الزنجلة من الفوق. ايه وكتخليها عاود ثاني تخمر. ما تدخليهاش نيجا للفران تخاو تخمر شوية. تخمر ثاني تخمر مزيان هي كلشي اساس في الخميرة. وصافي كنديروها للفران و غير كتطلع وتهبطي تحمر وتخرجيها صافي. اذا في الفران كتسبقي الطياب ديال الفوق وعاد كتهبطيها لتحت. الله يعطيك الصحة والراحة أهدى. تحية كبيرة لك هذا الصباح وكنقول لك ما يكون عندك باس. شكرا. وهذا العربون.